ذلك على حاجه يا فندم، انه احيانا فكره البيانه او انه يكون ده بموجب اوراق واثباتات، في البعض ممكن ينظر اليها انه ما فيش ثقه بيننا مثلا، وما الناس ما تحبش ده بين الازواج، انه احنا بنساعد بعض في البيت وده بالزبط. دي الحياه التراضي. وما الى ذلك بالظبط، والتراضي. فعايز اعرف من حضرتك، لو ما فيش ورق والزوجه أو في وقت من الاوقات مرتبها كان اقل، في وقت من الاوقات مرتبها كان اكتر، كانت بتساعد بشكل اكبر، يعني دايما الحياه متغيره ومتقلبه وما فيش حاجه ثابته، ازاي تقدر الزوجه في ظل وتحت طبعا وفي ضوء هذه الفتوى، ازاي تقدر انها تثبت يعني حقها من خلال هذه الفتوى يا فندم؟ تمام. اولا هقول لحضرتك حاجه يا دكتوره، بدايه لان احنا بتقابلنا مشاكل كثيره، المفروض ان مهما كانت الثقه والعلاقات اللي بيننا وبين بعض، ان ما دام احنا مشاركه يبقى كل حاجه تكتب من الاول بنسبتها. دي نقطه مهمه جدا، يعني اتمنى حضرتك تاكد عليها مره ثانيه. بالظبط، كل حاجه تكتب بسهمها، يعني انا مساهم معاك بالربع بالنصف، يبقى من الاول كل شيء يكتب من البدايه، كل اللي نشتريه، شركه بنأسسها، كل شيء هنحط الفلوس في البنك، وديعه، يبقى نصها باسمك ونصها من البدايه. طب وفي حاله المرتب؟ ده في حاله الممتلكات. المرتب ما يتوفر، ما انا جاي لحضرتك، ما يتوفر من المرتب، ما هو لو ما توفرش شيء خلاص، ما هو معنى ايه؟ ان احنا معانا فلوس متوفره عن الدخل وعن مصروفنا، يا بنعمل بيها وديعه، يا بنعمل بيها مشروع، يا بنشتري بيها شقه، فاحنا بنتكلم يا بنصرفها في البيت. هنا حضرتك بتتكلم في البيت خلاص، ما هو دي النقطه اللي عاوزين نوضحها لفضيله الشيخ. خلاص فكره حضرتك هنا بتتكلم على الحاجات العينيه اللي بيتم امتلاكها، سواء كانت أو مالية متوفرة أو فلوس محطوطة، لكن المساهمة، أنا هنا بتكلم على المساهمة القائمة على التراضي، اللي شهر بتحط 1000 مثلا من مرتبها، الشهر اللي بعديه 2000، بتدفع حاجة للولاء، مساهمة الزوجة في المنزل مثلا. ما هو حضرتك إذا توفي أحدهما وليس هناك تركة فليس هناك إشكالية. لا، في تركة. أنا بتكلم هو بيحوش من مرتبه على المتبقي، ما دام إحنا بنساهم مع بعض في البيت، وانا ليا ذمه ماليه مستقله ورغم ذلك انا بتنازل عنها، يبقى كل ما يتوفر يبقى له في حق الكد والسعي. السعي تمام، كل ما يتوفر او كل ما نشتريه او كل ما يطرا، كل ده. لكن ازاي اثبت هذا؟ احنا ما معناش ورق وما كتبناش. صحيح. وما فيش وصيه، انا يكفي ان انا اثبت دخلي وانني ماليش شيء باسمي. يعني مش محتاج ان لازم الزوج يكتب، لكن النهارده احنا بنشتغل، ادا دخلي وادا دخله وادا ما يثبت من البنك انني ما عنديش اي اموال وليس عندي اي عقارات ولا شيء، فكل التركه اللي كونها الزوج احنا الاثنين شركاء فيها، وبالتالي يحكم لها بهذه النسبه. فضيله الشيخ، خليني الخص سريعا للساده المشاهدين كلام حضرتك، ويعني وتاكد على كلامي او لو في حاجه مختلفه سريعا. حاضر. جدا، اولا لو الزوجه ان كان عقارات او تركه يعني في صيغه ممتلكات او حتى بتشارك في البيت بنسبه معينه، ده يحق لها حق الكد والسعايه. ونقطه ثانيه، انه لازم في اي شيء ان كان في مشاركه في المرتب في اي شيء، ده ما يقللش ابدا بالثقه اللي بين من الثقه اللي بين الزوجين، ويجب ان يكتب. بالتاكيد الكتابه هنا هي اكبر ضمانه للحقوق. ليه؟ لان التراضي تم بين الطرفين وهما على قيد الحياه بكامل قواهما العقليه، يعني وهم عارفين بينهم وبين بعض كل واحد تقديره قد ايه. تمام، يعني هنا الموضوع فضيله الشيخ ما فيهوش اي نوع من انواع الزعل، لازم يبقى في حاله من التراضي من البدايه من اول يوم، ان هو اثبات الحق بالكتابه علشان خاطر فيما بعد لا قدر الله في حاله الوفاه. وزي ما حضرتك قلت، الموضوع محتاج يعني نظره عامه من لجنه يعني كبار العلماء في الازهر الشريف، وايضا مجلس النواب والجهات التنفيذيه في الدوله. فضيله الشيخ عبد العزيز النجار احد علماء الازهر الشريف، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا لكم وصباح شكرا.